وقعت تلك الحادثة الشهيرة والتي تعد من الأشهر في التاريخ يوم 11 من سبتمبر عام 2001 في نيويورك بأمريكا، عندما قامت القاعدة بهجمة من 4 طائرات تابعة لخطوط جوية أمريكية كان من المفترض أن تهبط بكاليفورنيا بأمريكا. وأثناء الرحلة قام الخاطفين بالسيطرة على الطائرات وتوجيهها نحو عدة أبنية في أمريكا، أشهرها ضرب أبراج التجارة العالمية ومبنى البنتاغون الأمريكي، مقر وزارة الدفاع الأمريكية. والرابعة سقطت بعد أن تمكن الركاب من السيطرة عليها، ولكن لم يقتنع أحد أبداً بأن تلك الحادثة هي عملية إرهابية وقعت فجأة. تعددت الاتهامات بخصوص تلك الأحداث، إلا أن الاتهام الأقوى وجه لجماعة المتنورون باعتبار النظرية الشهيرة بأن أمريكا بالكامل تخضع لتوجيهات تنظيم يهودي يتحكم بكل شأن بأمريكا، من الاقتصاد للجيش. وقد وجه للكيان الصهيوني اتهام صريح وبشكل خاص بعد أن أفادت التحقيقات بأن هناك 4000 مواطن يحمل جنسية الكيان كان في محيط الأبراج وقت وقوع الحادث، وفقا لما نشرت صحيفة جيروزاليم بوست يوم 8 من أبريل عام 2005 نقلا عن وزير الخارجية الصهيوني، ولكن تم تكذيبها لاحقا. وقد أكدت تلك النظرية بشكل خاص عدة أمور، أولها العثور على 5 صهاينة فقط قتلى في تلك الأحداث، والغريب أن عدد الصهاينة العاملين في محيط الأبراج بالآلاف، ولكن العديد منهم لم يذهب للعمل في ذلك اليوم. حتى الصحف لاحقا بأمريكا نشرت أن العدد الذي كان متوقع للقتل من الصهاينة يتخطى الآلاف، ولكن هناك فعليا أكثر من 200 يهودي قتلوا في تلك الأحداث، منهم 5 صهاينة فقط. وبعد الحادث بساعات قليلة تم العثور على حافلة بيضاء قريبة من موقع الحادث، قامت بالتصوير للمشهد كاملا من البداية للنهاية، وكان جميع طاقم العمل بالحافلة صهاينة، والحافلة تتبع لشركة صهيونية أيضا. وتمكنوا هؤلاء الصهاينة من تغطية الحادث بالكاميرات من لحظته الأولى، وكما وصف الضابط الذي ألقى القبض عليهم كانوا سعداء بشكل غريب بالحادث، ولم يبدو عليهم ملامح الحزن بل بهجة غير مفهومة. كان ذلك التصريح في لقاء مع شبكة ABC نيوز عام 2002. وبشكل عام هناك العديد من التجاوزات في التحقيقات وعمليات إخفاء وأساليب غير صحيحة في نقل بقايا الحادث، قد تمت بتعمد لإخفاء وطمس عدة أدلة، كما اتضح لاحقا من عدة تحقيقات صحفية تمت بصحف أمريكية أو بغير أمريكية.